مرحبا بكم، السلام عليكم خواتاتي. اليوم نقدم لكم شريك العريان وشريك مسكر بعجينة واحدة، طريقة جزائرية هايلة، وزوج عجينة خرجنا زوج موديلات تاع حلوة. نبداو على بركة الله. واش فيها؟ فيها ما فيهاش حاجات بزاف، فيها 3 كيلات فرينة، وحدة يدام، وحدة يدام تحبيها زبدة ذائبة ولا سمن ذائب، انتي واش عندك؟ وقرصة ملح، وفيها الماء والماء الزهر، ولا العجينة الزوجة زيدوا لها غير صفار بيض من فوق برك. وعجينة الأولى سكر غلاص، كنوري لكم كيف تجي والكاوكاو اللي داخل فيها. نبداو على بركة الله، ناخذ 3 كيلات فرينة، هذه واش فيها؟ 3 كيلات فرينة، بصل ملح، كيلة أنا درت زبدة ذائبة، واللي يحب يدير السمن ذائب يدير، باه كل يفهموني. ونخلط، عجينة مليحة للمناسبات، عجينة واحدة تخرج لك زوج أنواع، ديرها في المناسبات في الأفراح. وبعدها نسيب العجينة بالماء والماء الزهر غير بشوية، حتى ديروا الماء نخلطوا له مع ماء الزهر. نبدا على بركة الله. شوفوا حلينا العجينة هكذا بالسمك، هذه ما تحتاج لا ليفيغ شيميك ني والو، ناخذ خيمي الوصفة الأولى، ناخذو هكا بورت بيس كيما هذا، ولا كأس دائري على حسب واش عندك. هذه نبداو الوصفة الأولى، الشكل الأول هكذا، حلوها هكا هكذا، هي تكون دائرة، نجبدوها غير هكا شوي. ناخذو الكاوكاو تاعنا، هذا كاوكاو اللي هو الفول السوداني، المشارقة يعطولو الفول السوداني، نرحيوه نحمصوه شوية، نرحيوه نديرولو ماء الزهر زائد سكر وقرفة بس، ناخذ قليل منه هكا هكذا. شوفوا هذه الاولى وهذه الثانيه هكذا، هذه الثانيه هكا، نغلقوا شوفوا هكذا هكذا مليح بما يخرج لنا شيء. ومن بعد نديروا له الشكل هكذا على شكل هلال، نصف هلال هكذا هكذا. شوفوا فتاتي هكذا، ناخذ الدائره الثانيه هكذا، تكون دائره حلوها هكا هكذا، شويه فتحوها هكذا في لي كوتي في هكذا. ناخذ هذاك الفول السوداني اللي قلنا هو الكاوكاو، قلنا في المشارقة يعيطولو الفول السوداني، ونشكلو هك. والعجينة الثانية الطريقة تاعها هكذا، نحلوها هكذا، وناخذو هذه جرارة، مش عارفة في المشارقة واش يعيطولها، هذه راكو تشوفو فيها حلوة دايرة هكذا، ناخذو هكذا ونشكلها على شكل مثلث هكذا، شكل مثلث هكذا. نديرو العقدة هكا، وبعدا نحبو نديرو هكا تزيين، كل واحد هو يحب يزينها، نديرو هكا بعدا ندورو هكا. هذا قمنا بديهم السكر الناعم، وهذا
نديرهم هكا، ناخذ صفار هذيك البيضة نديرو هكا هكذا، نشطحوهم شوية كاوكاو من الفوق للحناء اللي هو الفول السوداني هكذا كما راكم تشوفو هكذا. ديروهم في يكون الفوخ تاعنا سخون، من بعد نقصولو وندخلوهم ونوريكم في التقديم التزيين كيف عندي. بتاتي ها هم هذو الطابو اللي قلت لكم عليهم بالكاوكاو، هذو يبقاو هكذا، وهذو شوفوا كيف نديروا لهم. ناخذوا الماء والماء الزهر، ماء نورمال زائد ماء الزهر والسكر ناعم، نغطسوهم قبل هكذا هكذا في الماء الزهر هكذا، نحطوهم هكذا قطرة هكذا. وصفة تقليدية جزائرية في الماء والماء الزهر هكذا، من بعد ندخلوهم هكا خوتاتي في السكر الناعم تاعنا هكذا هكذا. شوفوا خوتاتي شوفوا هاهو، بوصفة واحدة بعجينة واحدة درنا زوج أنواع، تشارك عريان عيطالو اللي ما فيهش السكر الناعم، وهذا اللي فيه سكر ناعم للمناسبات الأفراح. وبقاو على خير خواتاتي، ودعموني وفعلوا الجرس يوصلكم الجديد. بسلامة وصحة قهيوتكم.